أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي إصابة العشرات إثر انفجار في مصنع للكيميائيات جنوبي البلاد، مضيفاً أن جروح معظم المصابين طفيفة. وذكر التلفزيون أن تسريباً من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار في مدينة فيروز أباد في محافظة فارس الواقع على بعد حوالي 770 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، مضيفاً أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة.